ما مفيدة للحلو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في جميع بقاع الارض، وهذه الحلقه الجديده التي ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها البركه والاثر والشفاء لجميع الساده المشاهدين. احنا طبعا يعني قبل ما نكمل الشرح بتاعنا من كتاب روشتات غذائيه، احنا دلوقتي بنشرح من الطبعه الثامنه. عايز اقول لكم بس انه انا رحت معرض الكتاب يوم الاثنين اللي فات، وان شاء الله باذن الله هروح المعرض برضو يوم الاثنين الجاي ان شاء الله من الساعة 1 ظهرا للساعة 3، وأنا الحمد لله التقيت بأحبة كثيرين في المعرض. هقول لكم على بعض الاقتراحات اللي اقترحوها إن شاء الله بعد ما أقول لكم على موضوع النهاردة اللي هو عشق العلم وحب العلماء. موضوع النهاردة عشق العلم وحب العلماء، ده يعني موضوع مهم جدا، ويعني له مراحل. المراحل دي ساعات بتكون يعني غريزة أو فطرة الإنسان مولود بيها، هو بيحب العلم بيحب القراءة، ودي فضل من ربنا عليه لأن العلماء ورثة الأنبياء. وساعات يعني من كتر الدفع اللي أنت بتدفعه لأولادك، يا ابني حب العلم، يا ابني العلماء ورثة الأنبياء، يا ابني تفاعل مع العلم، يعني من كتر ما تبث في أولادك ربما يحبوا العلم ربما. لكن أنا أشهد الله وأشهد أني في زماني هذا وجدت ناس في الكليات المحترمة وطلبة علم، بل وجدت ناس في طلبة دراسات عليا وتعينوا في الجامعة وماجستير ودكتوراه، وأقسم بجلال الله ما بيحبوا العلم. طب لما هو ما بيحبش العلم دخل في مجال العلم ليه؟ أهو أهله زقوه. يعني لما تلاقي مثلا طبيب في الامتياز قاعد بيلعب على الكمبيوتر أتاري وبيلعب جيمز وبيلعب كذا، طبيب امتياز قاعد بيلعب في النبطشية يعني جيمز وبيلعب يعني ألعاب مسلية ملوش دعوة بالطب خالص، ويريد أن يعيش الطفولة التي حرم منها، وإن هو حاسس إنه ما عاش الطفولة بتاعته، إن هو ما كانش عايز العلم ولا حاجة. أنا شفت أطباء اللي له هواية الرسم وأهله دخلوه كلية الطب غصب عنه وهو فنان، واللي بيحب التمثيل، واللي مش عايز اقول لك اللي بيحب الميكانيكا بيحب حاجات اخرى، يعني كان فيه هوايات كتير لكن مجموعه الكبير دخله الكليه وهو لا يحبه. فلك ان تتخيل ان في طبيب شغال في الطب ما بيحبوش، ولك ان تتخيل ان في 3/4 الناس اللي شغالين في التدريس ما بيحبوش التدريس اصلا. هل تصدق؟ امال هم دخلوا التدريس لانه عندنا ازمه في المدرسين والمجال اللي مفتوح للمؤهلات العليا عشان يتعينوا هو مجال التدريس. بالمناسبة الحلقة بتاعتنا دي النهاردة من 5 لـ 6 ان شاء الله تعاد الجمعة بإذن الله ان شاء الله من 11 لـ 12 ظهرا قبل صلاة الجمعة. اهم من الحلقة دي حلقات روضة القرآن، وروضة القرآن تذاع يوميا الساعة 9:15 صباحا و9:15 مساء ان شاء الله على هذه القناة. حلقات روضة القرآن حلقات مباركة موفقة، وطبعا جميع الحلقات موجودة على اليوتيوب تقدر تشوفها في أي وقت. خش على اليوتيوب دكتور جودة محمد عوادة تلاقي أفضل حلقات طبية في العالم. نكمل بقى اللي أنا يعني الباب اللي أنا بشرح منه في كتابنا روشتات غذائية الطبعة الثامنة، والتعليقات اللي جات لي في المعرض عايز أقول لكم على الإضافات والتعليقات. أولا أنا بتكلم ليه على حب القراءة وثمرة القراءة؟ الأول تحب العلم، وحب العلم ده طريق الأنبياء والعلماء ورث الأنبياء. لو وجدت نفسك بتحب العلم تحب القراءة، دي الخطوة الأولى، دي الخطوة الأولى نحو أن تكون عالما، أن تحب القراءة. طيب في عندنا شباب كتير اليومين دول ما بيحبوش القراءة، يعني شباب متفوق في مدارس ثانوي وجامعة ما بيحبوش يقروا. امال بيحبوا يعملوا ايه؟ بيحبوا يخشوا على النت، يخشوا على شبكه المعلومات ده يصفحوا بقى النت ويخشوا يعملوا شاتنج وهو. طيب فين الكتب؟ فين الكتب؟ الكتاب سيظل الى يوم القيامه هو الكتاب، ويوم ما يحاسبنا ربنا يوم القيامه هتتطاير الكتب وكل واحد فينا هياخد كتاب. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، واما من اوتي كتابه وراء ظهره او من اوتي كتابه بشماله
فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. واللي مش عاوز يمد إيده عشان ياخد الكتاب، الكتاب هيلزق في رقبته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. اللي احنا نتكلم على حاجة يعني مهمة. أول آية نزل بها جبريل على رسول الله، أول آية، أول كلمة في الإسلام، اقرأ. ويعيد ثاني سيدنا جبريل اقرأ، ويعيد ثالث اقرأ، يقول ما أنا بقار، يقول اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق. نوع القراية إيه؟ أقرأ إيه؟ أقرأ قصص؟ أقرأ حواديت؟ أقرأ ذا كينج أوف ذا رينج؟ أقرأ إيه؟ إيه اللي أقرأه بالظبط؟ أروح أشتري كتب، كتب إيه اللي أقرأها؟ طيب انتوا عارفين طبعا انه القراءة لابد لها من توجيه. ليه؟ لان ممكن انسان يقرأ كتير كتير ويضيع عمره، والاخر يكتشف ان هو يعني انا من ضيع في الاوهام عمره. في ناس قرأت قصص كتير وروايات مش عارف مين، وروايات الكاتب مين، وروايات الكاتب مين، وزي ما يكون واحد يعني لف 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 ولا نفسه قاعد في مكان ما استفادش معلومة. روايات ايه واشعار ايه وحزن ايه. زمان الـ 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 يعني ولد او شاب اراد ان يتعلم الشعر من شاعر، صرح وقال له انا عايز اتعلم الشعر. فقال له اذهب الى الباديه، روح للصحراء، تعلم من اشعار الباديه، احفظ لي 2000 بيت وتعال. 2000 بيت من 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 اشعار الباديه، ناس الفصحاء البلغاء. فراح قعد سنه سنتين يحفظ 2000 شعر، وبعد ما حفظ رجع. فقال له حفظت؟ قال نعم. قال له طيب انسى ما حفظت واكتب لنفسك شعرا. ايه الجمال ده؟ يعني دراسة الشعر لا تصنع شاعرا، ودراسة العلم لا تصنع عالما، دراسة الطب لا تصنع طبيبا. ايه الجمال ده؟ ايوه، دي لازم يكون عنده هو موهبة من الاول، يكمل ولا ما يكملش، عنده استعداد فطري، خلقته كده. فلما طبخ الشعر جواه قال له بقى اكتب لنفسك شعرا، ما تقلدش حد. هكذا العلم، هكذا العلم. يعني هكذا العلم؟ بنقرأ كتب كثيرة ونظريات كثيرة، وتطبخ، يطبخ العلم في رؤوسنا، cooked science cooked in our minds، بيطبخ العلم في مخنا وبعدين يخرج للناس علم آخر. يعني ايه؟ يعني احنا سمعت في الكتب، انت بتروح لأي واحد إما معاه ماجستير معاه دكتوراه أستاذ، اللي متخرج من الكلية زي اللي معاه ماجستير كلهم بيسمعوا اللي في الكتاب. يلا ده العلم ما طبخش عندك خالص، ده انت ما عدتش على مراحل العلم. امال ايه هي مراحل العلم؟ مراحل العلم ان انت اولا بتتعلم، اديني سنوات التعلم. بيقول لك التعلم لغايه الثانويه العامه، المفروض لغايه 18 سنه انت بتتعلم، ولما تدخل كليه بتنسى موضوع المذكرات والكتب والنص، خلاص بقى دخلت على الابحاث، انزل المكتبه، تروح على السيرش، تروح على الابحاث، ها تتعلم كيف تبحث وانت في الجامعه. لما تاخد شهاده البكالوريوس او الماجستير او الليسانس تعلمت كيف تبحث، تعال بقى خش على الابحاث، كده انت بقيت طالب علم. تاخد الماستر او الماجستير بتبتدي تتعلم كيف تقدم بحثا. في الدكتوراه لازم تجيب حاجه جديده بقى. بعد ما خدت بكالوريوس وماجستير ودكتوراه المفروض ان دي مرحله ابداع. انا اتعلمت خلاص، وبعدين اتقنت واحسنت في تعليم غيري. بعد ذلك اصل الى مرحله الابداع، التجديد بقى. انا عديت ال 40 وخدت الدكتوراه، انا خدت الدكتوراه وانا عندي 35 سنه، خلاص بقى انا اقدر اطبخ الابحاث، اطبخ العلوم، اجيب علوم جديده، اخترع ابحاث جديده، اعمل خطه بحث جديده، اغير نظريه جديده في البحث العلمي، خلاص بقى انا وصلت الى الابداع. يبقى مرحله التعلم مرحله الممارسه مرحله الابداع. لكن عندنا الاساتذه كلهم 60 و70 سنه ونقعد نسمع لبعض. اللي الاستاذ كان بيسمعه من 40 سنه هو اللي بيسمعه دلوقتي. طب ايه الخيبه اللي احنا فيها دي؟ فين الابداع؟ فين التجديد؟ ده احنا ده ما فيش مرض بيتعالج كده، ما فيش مرض هيتعالج طول ما احنا بنسمع لبعض. كيف يطبخ العلم في عقلك؟ وبعد ما يطبخ يطلع ايه؟ في مراحل التعلم زي ما قلنا الاول، انا بتعلم، بتعلم بحفظ، بشوف مشاهدات، تجارب، بجرب بايدي. اتعلمت، اقصى سن للعلم 18 سنه.
بعد 18 سنه داخل على مرحله جامعيه، المفروض مش مرحله جامعيه، ان انا بحفظ كتاب وامتحان موحد وثانويه عام خلاص خلص، اخر امتحان موحد هو الثانويه العام خلاص. في الكليه بقى انا داخل على ابحاث، نازل المكتبه طالع النت، كل دكتور كل استاذ عنده مجموعه ابحاث، مجموعه بينمي فيها مهارات معينه، بنزل الى البيئه العمليه كذا كذا. في ربع درجه التخرج على البحث العملي في كل الكليات، ربع درجه التخرج على البحث العملي. انت عملت ايه؟ وبعدين اعرف بعد كده ايه هو العلم اللي بينفع وايه هو العلم اللي ما بينفعش. لما تيجي تشتري كتاب، لما تيجي تشتري كتاب تقوم تدور على كتاب ارجع له كذا مره، يعني مثلا واحد جايب كتاب تفسير الاحلام، كنا دايما واحنا شباب نقول لمشايخنا ننزل المعرض نشتري ايه، يعني وانا عندي 18 سنه رايح المعرض وانا عندي 20 سنه رايح المعرض. اذكر انه مره رحت المعرض كان عندي 20 حاجه و20، فرحت المعرض اشتريت شويه كتب قصص الانبياء، واشتريت سيره النبي محمد، واشتريت صحيح البخاري، واشتريت مختصر ابن كثير، واشتريت مش عارف موسوعه علوم يعني كده. وبعدين رجعت بقرا في الكتاب، قعدت اقرا في الكتاب، ايه ده؟ ايه الهجص ده؟ لقيت كلام مش عاجبني وانا عندي 20 سنه. رحت لشيخي رحمه الله عليه الشيخ احمد عبد الجواد الدومي، وانا كنت اقعد مع شيخي كل يوم 6 7 ساعات اقرا له، كان يعني كنت انا القارئ بتاعه. فرحت قلت له والله انا اشتريت كتاب من المعرض، الكلام ده سنه مثلا 80 حاجه و80، يعني انا بحكي لكم حدوته عمرها 35 سنه. من 35 سنه قلت له انا اشتريت كتاب من 35 سنه واشتريته ب 5 جنيه كتاب ب 5 جنيه كان اسمه قصص الانبياء للثعالبي. فقلت له انا بقرا في الكتاب ده مش عارف الكلام مش راضي يخش دماغي. فقال لي ده الكتاب ده كله اسرائيليات، انا ضيعت في الكتاب ده 3 سنين من عمري، روح احرقه. قلت له احرقه ازاي؟ ده انا شاريه ب 5 جنيه، 5 جنيه دي مش عايز اقول لك 500 جنيه دلوقتي. لان ساعتها مش عايز اقول لك يعني جرام الذهب كان ب 10 جنيه مثلا. يعني دلوقتي جرام الذهب ب 200 جنيه، يعني اتضاعف 20 مره. يعني ال 25 مثلا قول ب 100 جنيه، الكتاب ده كان ب 100 جنيه. فقلت له الكتاب ده انا لسه شاريه. قال لي روح احرقه. قال لي الكتاب ده ضيع لي من عمري 3 سنين، وبعد 3 سنين اكتشفت ان انا قريت علم غلط. هل تعتقد ان في ناس قرت كتب وبعد سنين اكتشفت انها ضيعت في الكتب دي عمرها، ومفروض ان الكتب دي كانت تتحرق؟ علشان كده يعني لازم اعرف ايه هو العلم اللي ينفع وايه العلم اللي بيضر، او في ايه علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني في كتب كتير انا لو ما قريتهاش ما حصلش حاجه، لكن في كتب لو ما قريتهاش ما ينفعش ما اقراش سيره النبي محمد، ما ينفعش ما اقراش فقه السنه، ما ينفعش ما اقراش حاجه في تفسير القران. ده ديني ابني على ايه؟ معايا ماجستير ومعايا دكتوراه واستاذ، بس ما اعرفش اقرا في المصحف هروح النار. ما اعرفش حاجه عن الناس، ما اعرفش حاجه عن الاخلاق. واحده معاها دكتوراه بسالها ايه اركان الايمان اركان الاسلام، مش عارفه. طب تعرفي ايه اركان الوضوء؟ هو الوضوء له اركان؟ طب ما تعرفيش الفرق ما بين مثلا النجاسه الظاهره والنجاسه المعنويه؟ مفيش. طب وانت خدت شهادات مش تقري بقى؟ ده احنا في عصر العلم، والعلم معناه انك تقري قصص والغاز ومسرحيات، هو ده العلم. طيب احنا بقى عاوزين نعرف ما هو ترتيب العلوم وما هي افضل العلوم، عايزين نعرف بقى في عصرنا نقرا ايه، لان دايما الشباب الصغير في اعدادي ثانوي عايز توجيه. انا زمان كنت اقول شيخ الله يرحمه الكتب كتير والتفاسير كتير والدنيا وسعت قوي، انا مش عارف اقرا ايه ولا ايه. قال لي اقرا كتاب الاسلام لسعيد حوة تبقى عالم من العلماء. بس كتاب الاسلام في كتاب ساعات يغني عن كتب، كتب الشيخ محمد غزالي رحمه الله عليه كان الكتاب ينزل مثلا السنه النبويه مثلا بين اهل الفقه واهل الحديث، كتاب ينزل يعمل رعد، يعمل نجري نجيب الكتاب يعمل لنا ثوره علميه، ثوره فقهيه. الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي. كنا نقرا مثلا كتب السنن والمبتدعات، كتب السيره، بعد كده بقى نقرا في التخصص بتاعنا بتاع الهندسه بيجيب كتب هندسه عشان يطور شغله، بتاع الطب يجيب كتب طب، ينزل نجيب احلى حاجه، في الفسيولوجي نجيب دانون، في البايوكيمس نجيب هارفر، في المش عارف في بتاع الاناتومي كنا نجيب
حاجات تانية في كبرنا في البطنة بقى نجيب أكتر من كده. يعني إحنا بدأنا بشراء كتيبات بجنيهات صغيرة، الآن نشتري كتيبات أو كتب بفلوس كبيرة. أنا شاري كتاب MRCB ب5000 جنيه الكتاب، يعني كتاب بخمسمية جنيه استرليني، 500 جنيه استرليني الكتاب، 5000 جنيه كتاب، أنا شاري كتاب ب5000 جنيه. فلما أجي أقول لك إن أنت بتشتري، طب أنت بقى اللي بيشتري كتب ده، هل الكتب اللي بيدفع فيها فلوس دي بتروح على الأرض؟ لا، من أعظم الصدقة، من أعظم الأموال التي تنفقها مال أنفقته في شراء كتاب، ربنا يضاعفه، يضاعفه على طول. في أموال بتضاعف، الأموال اللي دفعتها للعلم تبغي وجه الله، والأموال بتاعة الحج والعمرة، لو أنا صرفت على الحج أو العمرة السنة دي مثلا 20-30 ألف، السنة اللي بعدها ألاقي المبلغ معايا تضاعف. عشان كده في حاجات كده الإنفاق فيها، أنا بنفق للعلم، صرفت 1000 بيديني 10 ربنا، صرفت 10 بيديني 100 ألف، وهكذا. فتتعلم قاعدة إن الإنفاق على العلم، بس بشرط أن يكون الإنفاق لله، مش عشان أخد شهادة. عم بقى إيه الشهادة؟ ممكن أخد ورقة ما تعملش حاجة، إنما أتعلم العلم لله. ونعلم ولادنا كده، إحنا بنتعلم العلم لله، بنشتري الكتب لله، بنذاكر لله، بنمتحن لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ترتيب العلوم، ان انت تبدا الاول بالعلوم الشرعيه، لازم اعرف يعني ايه قران، يعني ايه سنه، يعني ايه حديث، يعني ايه دين، يعني ايه حياه، يعني ايه موت، يعني ايه قيامه. بعد ما اتعلم العلوم الشرعيه الاساسيه، هشوف بقى ايه علوم الحياه الثانيه. علوم الحياه اللي انت عايز تشتغل فيها، تحب تشتغل ايه؟ طبيب، مهندس، مزارع، بتاع زراعه، بتاع تجاره، بتاع حقوق، بتاع اقتصاد، بتحب تدرس ايه؟ ادرس بقى الفرع بتاع كده. الاول اساس شرعي، ثانيا اساس الماده اللي انت هتشتغل بيها، ثالثا تدور على ارقى العلوم. ما هي ارقى العلوم؟ فاصل صغير، فاصل قصير، ونعود ان شاء الله. الحلو ايه تمليناش، كل قضيه مهمه تخص، جهزنا معاك زي سليم، وبيوعد يوم مش كده بس، ومن عليها كتير انواع، محتاجه شرح ومحتاجه وقت، تعرف ايه اللي يقويها، ده جهاز من الامراض يحميها، يطرد كل ضرر يلاقيه، علشان صحه غاليه علينا. قالوا زمان لو عقلي سليم يبقى الجسم سليم تلاقيها، كل قضية مهمة تخص، جهزنا معاك تغذية سليم، وبيوعدكم مش كده بس، ومن عليها كتير انواع، محتاجة شرح ومحتاجة وقت، تعرف ايه اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. عدنا بعد الفاصل، كنا نتحدث في كتابنا روشتات غذائية الطبعة الثامنة، وكنا بنتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، وموضوعنا كان عشق العلم والقراءة وحب العلماء، وكنا اتكلمنا على الحلقات بتاعتنا دي، وقلنا ان شاء الله الحلقة دي تتعاد الجمعة بإذن الله، ان شاء الله بكرة من 11-12 ظهرا قبل صلاة الجمعة. وقلنا انه الحلقات دي موجودة على اليوتيوب، ان شاء الله افضل حلقات طبية في العالم. وقلنا انه مواعيد الاعادة قلناها، وقلنا ان افضل من حلقة الحلو ايه في روضة القرآن، وروضة القرآن إن شاء الله تعاد كل يوم 9:15 و9:15 روضة القرآن. واتكلمنا على معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقلنا إننا إن شاء الله يوم الاثنين الجاي إذا أذن ربنا إن شاء الله هكون في المعرض من الساعة 1 للساعة 3، وإن شاء الله بلتقي بالناس وباخد منهم المقترحات بتاعتهم. أنا قابلت ناس كتير قوي في الأسبوع اللي فات، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب كان زحمة جدا جدا، يعني تقريبا ما شفتش الزحمة دي من 2010، يعني آخر معرض كان زحمة جدا كان 2010، 2011 ضاع، 2012، 2013، 2014 السنة اللي فاتت كان معقول شوية نص نص، لكن السنة دي المعرض زحمة جدا جدا. بس طبعا للأسف الشديد الشباب رايح بلا هوية، مش عارف هو اشتري ايه. يعني أنا قبل ما أنزل يعني المفروض شباب في إعدادي وشباب في إعدادي وشباب في ثانوي وجامعة، قبل ما انزل اسال والدي، اسال والدتي، اسال استاذي، اشتري ايه؟ اشتري موسوعه العلوم،
هشتري موسوعة السنة، هشتري سيرة النبي محمد، هشتري كتاب علمي معين، هشتري كتاب روشتات غذائية بتاع الدكتور جودة، هشتري، يعني لازم حاطط لستة ورايح عشان ادور عليه، ده الانسان الراشد. لكن في ناس بقى رايحة عمالة تبص كده، يعني زي ما قلت في المكتبات بتلاقي عناوين كتب وتمشي، بكام ده؟ كل ما نشيل كتب، طبعا الكتب في المعرض للأسف غالية، كل ما نشيل بكام ده؟ ده بكذا، سيبه يمشي، بكام ده؟ سيبه يمشي، بكام ده؟ وهكذا. ففي ناس تقعد تلف طول النهار من الساعة 10 للساعة 7 8 بالليل وترجع ولا حاجة، أنت بتعمل إيه؟ اتفرجت على كتب. لا، ده أنا رايح منشن، كان الكتاب ينزل للشيخ الغزالي نروح ننزل نجيب كتاب الشيخ الغزالي، عندنا كتاب مثلا فلان في الاقتصاد الإسلامي، عندنا كتاب فلان في التربية، عندنا كتاب فلان في التغذية، عندنا كتاب فلان في موسوعة العلوم، وهكذا. أنت مركز، أنت رايح تجيب إيه؟ فعلشان كده أنا كنت بقول إنه لابد لك أن تحب، لازم تحب. عشان تحب يبقى أنت عرفت ما هو العلم الذي ينفع والعلم الذي لا ينفع. قلنا إن في علوم أساسية، علوم الشرع، علوم القرآن، علوم السنة، علوم الحديث، علوم السيرة، العلماء، العبادات، دي أساس. بعد كده أقرأ إيه؟ بعد كده أقرأ في التخصص بتاعي، لازم أتعمق. أنا في الزراعة لازم مستواي أعلى من مستوى الكلية، أنا في طب لازم أقرأ أعلى من مستوى الكلية، لازم مستوى أعلى من مستوى الكلية، أنا في الهندسة، وهكذا. طيب يعني معنى هذا إن أنا لازم أقرأ في المجال اللي أنا بحبه. طيب العلماء قالوا إن في علوم اسمها علوم العصر. علوم العصر يعني إيه علوم العصر؟ يعني لو وصلت في العلم اللي هقول لك عليه ده الى ملاحظه او فكره او اختراع تبقى اعظم راجل في العالم. زي ايه؟ زي علوم الطاقه الذريه، دماغ نووي وانشطار نووي، اسمها علوم الطاقه الذريه. وزي علوم الاتصالات، اتصالات بقى موبايل ومحمول وموجات والكترون واتصالات. وزي علوم اسمها علوم الجينات والهندسه الوراثيه، لو ربنا رزقك بتكنيك او اسلوب جديد في الهندسه الوراثيه، طلعت دواء جديد، طلعت مثلا هرمون مثلا من الخلايا البنكرياس، طلعت عملت نضج للبويضه في مبيض مثلا بوليسيستيك، عملت حاجه بالهندسه الوراثيه، انت من اعظم العلماء. يبقى علوم الطاقه، الهندسه، علوم الطاقه الذريه، علوم الهندسه الوراثيه، علوم الاتصالات، طبعا علوم الكمبيوتر، لان علوم الكمبيوتر كل ما تدخل برنامج جديد، يعني في برامج واحد جاب كمبيوتر تحط ايدك على الكمبيوتر على المحمول يقول يجيب لك صوره للاشعه ويقول لك ايدك سليمه ولا مكسوره، يعني فيها برنامج فيه العظم السليم. يعني زي واحد زميلنا واحنا قاعدين بنتكلم في شويه ادويه، فقال لي بقول له الدواء فلان لسه هجيب القاموس بتاع الادويه، قال لي ليه؟ خد المحمول وراح منزلني دراج اندكس، كل الادويه اللي في العالم نزلها لي على برنامج. يعني الدنيا، بس يعني الدنيا اللي عاوز يقرا كل الدراج اندكس، كل الادويه نزلت على برنامج. في واحد عاوز يقول لي انا عايز اعرف احنا فين، داس على برنامج زي الاندرويد كده يقول لك انت في الحته الفلانيه، اقدر احدد مكانك من المحمول بتاعك. خلي بالك، اذا المحمول بقى يستخدم دلوقتي كخريطه جغرافيه وككشف طبي ودليل ادويه ودليل مش عارف ايه ومهارات وكل الاصوات اللي انت عايز. في ناس ما تعرفش من الكمبيوتر الا الاغاني، يعني في واحد حاطط لي سماعات في ودنه داخل خارج وحاطط المحمول وعمال يدندن، كل اللي يهمه في الكمبيوتر المحمول، ولما يدخل على النت يدخل على الشبكات العاريه والصور العريانه، يعني والعياذ بالله ابليس شيطان ياخد كل التقدم في حاجه وضيعه. يبقى في علوم اسمها علوم الهندسه الوراثيه، علوم طاقة ذرية، علوم الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الشمس، طاقة الريح، طاقة المد والجزر، طاقة بطن الأرض. اللي يخترع ويوصل لجهاز في الطاقة يوقع لك البنزين ويوقع المش عارف ليه، لأنه الطاقة الجديدة هتبقى أرخص وأسهل. مين شاطر عنده أبحاث في الطاقة؟ في واحد شاب في إعدادي وسنة عنده فكرة، مجرد فكرة تعمل اختراع، ولد ميكانيكي عامل اختراع من ضغط الهواء يقدر يمشي العربية. يعني مش محتاج لا بنزين ولا زيت ولا طاقه مش عارف من ضغط الهواء، بس هو محتاج شويه تعديلات حد يساعده. اذا الفكره لما تنشا في عقل انسان يحتاج بقى ينميها بالعلم. علوم الطاقه الجديده، علوم الطاقه الذريه، علوم الاتصالات، علوم الهندسه الوراثيه، علوم الفضاء. علوم الفضاء
في لها شرطين عشان الدولة تبقى دولة عظمى. الشرط الأول إنها تقدر تنتج أو تقدر تصنع حاجة اسمها قاذف للصواريخ زي إريان وغيره، يشيل الأقمار الصناعية يحطها في المجال. والنقطة الثانية إنها تقدر تصنع الأقمار الصناعية. يمكن أنا قلت لكم هي دي اسمها علوم الستة اللي هي علوم التقدم. اللي يدرك في هذه العلوم حاجة يبقى إنسان عظيم. كل واحد مش هياخد غير حتة صغيرة، لأن ربنا بيقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن هل يا ترى أنا شاغل نفسي بعلوم المستقبل وعلوم الطاقة الجديدة والمتجددة وعلوم الذرة وعلوم الاتصالات وعلوم الهندسة الوراثية وعلوم وعلوم، وأنا ما أعرفش حاجة عن القرآن، وأنا ما أعرفش حاجة عن النبي محمد، وأنا ما أعرفش أي حاجة عن أي حاجة بتحصل حواليا؟ يعني مش معقول يعني. فده ترتيب العلوم. يبقى ترتيب العلوم عندنا علوم شرعية أساسية لا يستغنى عنها. ما ينفعش يبقى معايا ماجستير ودكتوراه وما أعرفش أقرأ القراءة الصحيحة في المصحف، حرام عليك. ما ينفعش يعدي علي يوم من غير ما اقرا كل يوم ساعه في المصحف. الحاجه الثانيه انه عندي علوم اللي هي علوم التخصص. انت بتشتغل ايه؟ بتشتغل قانوني لازم علوم قانون، بتشتغل بتاع علوم لازم علوم، لازم تشوف احدث المراجع في العلم بتاعك. كل سنه اروح المعرض اشوف ايه اللي نزل في العلم بتاعي. انا بشتغل ايه؟ بشتغل بتاع بيولوجي، بتاع نبات، بتاع زراعه، بتاع بيطري. لازم اشوف احدث المراجع اللي نزلت ايه. واذا ما تابعتش الجديد في العالم انت انسان متخلف. والعلم كل يوم بيتجدد. كان زمان اللي بياخد شهادة ومعاه بكالوريوس كان اسمه education يعني for card، أو بيقول عليها education for job يعني التعلم للوظيفة. اتعلمت اتوظفت خلاص، آخر حاجة بكالوريوس تجارة، آخر حاجة لسانس حقوق. الكلام ده كان زمان. دلوقتي أنا معايا بكالوريوس تجارة زراعة حقوق أداب، ده عبارة عن شهادة محو أمية. البكالوريوس أو اللسانس أصبح شهادة محو أمية. انما بعد كده نتعلم ايه؟ لازم ادرس ماجستير ودكتوراه. وبعد ما ادرس دكتوراه انت عملت ايه؟ بعد الماجستير والدكتوراه عملت ايه؟ يعني في بعض الدول في اوروبا وفرنسا وغيره الاستاذ اللي معاه استاذيه بتتعمل له لجنه امتحان كل 5 سنين. كل طبيب له امتحان كل سنه اسمه تطوير. وفي دول بتعملها كل سنه. السعوديه بتعمل امتحان للاطباء كل سنتين، 100 سؤال ام سي كيو في التخصص بتاعك. ده بتاع جراحه، ده بتاع نسا، ده بتاع بطنه، ده بتاع عيون. في امتحان اسمه امتحان تطوير. لو ما دخلش امتحان التطوير كل سنه لا تترقى ولا تاخد العلاوه ولا تاخد الزياده السنويه ولا. هو ده الكلام، ده المفروض يتم في كل البلاد. انا شغال مهندس. مهندس ايه؟ مهندس ايه حضرتك؟ مهندس كذا. كل سنه في 100 سؤال في الحاجات الجديده بتاعتك. انا شغال طبيب في تخصص ايه؟ كل سنه في دراسه اسبوعين، في امتحان كده ريفريشمنت. انما انا اتخرجت وخلاص ممارس عام بقالي 30 40 سنه. العلم اللي عندك مات، ده كل يوم في تحاليل جديده غريبه. لو ما قريتش كل يوم يعني تبقى متخلف. ما هو ترتيب العلوم؟ بعد كده بنتكلم على العلم رحم بين اهله. يعني ايه العلم رحم بين اهله؟ ما انا لو بتكلم لوحدي يعني انا يعني دايما الانسان المنفرد شيطان. يمكن الرسول قال ان من شر الناس الذي ياكل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده. ده شر الناس. اللي بيحب يعيش لوحده ده شر الناس. اي انسان بيحب يعيش لوحده ده شر الناس. خلي بالك من الكلام ده. انما الانسان بالناس والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المراه الحقيقيه اللي بتحب اولادها واحفادها ومرات ابنها وبتحب اولادها واعز الولد ولد الولد، انسانه طبيعيه اللي بتحب العيله. انسانه طبيعيه بتحب تلم اولادها واولاد اولادها، دي انسانه عظيمه. انسانه مريضه بقى وعندها مشكله اللي بتحب تعيش لوحدها، لما يجي لها اولاد ابنها واولاد بنتها تقول لك بيعملوا دوشه وبيعملوا صوت وبيزعجوني. ايه ده؟ ربنا يعينهم ويكرمهم ويمد في عمرهم ويزعجوا ويقلبوا البيت ويقلبوا الدنيا ويعملوا كل حاجه. هي الحياه ايه الا هذا الضجيج؟ انت عايز ايه من الحياه؟ الموات. ما الموات، ما انت هتروح تدفن في القبر ومش هتسمع حاجه. فالحياه إذن العلم رحم بين اهله. يعني الانسان الحقيقي محب، محب للعلماء. يعني انا لما كنت في المعرض كنت سعيد جدا جدا ب الاخوه الذين قابلتهم في المعرض. حضر لكم امثله. يعني اول صراحه ربنا ما كنتش اتصور انه بعض عمداء الكليات ربنا يبارك فيهم قرأوا كتابنا رشدات غذائيه، وعندهم لجان اسمها لجان مشتريات المكتبه بتاعه الكليه ورؤساء اقسام،
باعتين ناس المعرض يشتروا كتاب رشدات غذائيه عشان يتحط في مكتبه الكليه. يعني مش بس الموضوع اصبح ان هو للمواطن العادي، لا. وبعدين احد عمداء الكليات بارك الله فيه كلمني وقال لي انا لما بتزنق في مرض السكر، في مرض المفاصل، مشكله نفسيه، مشكله صدريه، مشكله جنسيه، مشكله الانيميا، مشكله عند ابني، عند بنتي، برجع اجيب كتاب رشدات غذائيه وافتح واشوف انا ممكن اعالجه بسرعه ازاي. في 30 مرض موجودين بسرعه بفتح الكتاب. يعني الكتاب رشدات غذائيه انا اقدر ارجع له مره واثنين وثلاثه، مش في الاسبوع، في اليوم. فلقيت ان في بعض عمداء الكليات ورؤساء الاقسام بيبعتوا مندوبين عشان يشتروا نسخ الكتاب يحطوها في مكتبه القسم. لقيت بعض الاساتذه طبعا ربنا يكرمهم بيدعوني الى محاضره في الكليات، يا رب الامور تهدى وان شاء الله الجامعه تفتح بعد بكره. ان شاء الله لما الجامعات تفتح في كذا دعوه، وانا وعدت الناس ان شاء الله احنا نلبي الدعوات، المحاضرات ان شاء الله تبقى في الجامعات، وانا ان شاء الله لما اوافق على الندوات هقول لكم، هعلن في الاسبوع اللي جاي واللي بعده ان شاء الله هتبقى الندوات فين باذن الله، لانها هتبقى مسجله تلفزيونيا وهتذاع ان شاء الله. بالنسبه لدعوه المحاضرات، طبعا في مصريين قاعدين في الخارج، يعني معرض الكتاب ده بيضم ناس كتير ونفسهم قوي قوي ان الكتاب يترجم الى لغات العالم. في بعض الاحبه في معرض الكتاب تركوا مقترحات مكتوبه، يعني في واحد مثلا كتب لي 5 6 صفحات، في واحد كتب لي حاجتين ثلاثه، واحد قال لي يا ريت تعمل لنا باب في الكتاب تجاوب فيه على الاسئله الفقهيه اللي انت عملتها في باب القمه في الفقه والفكر. في واحد قال لي ارجوك تضيف لنا باب روشتات غذائيه مصوره في اخر الكتاب كده، يعني مثلا الانيميا قول لنا الاغذيه بتاعتها اهي، قرحه المعده الاغذيه بتاعتها اهي، صورها لنا كده، لانه ساعات يعني مش عاوزين نقرا، عاوزين نبص على الصوره على طول. الام المفاصل كذا وكذا وكذا بالاكل كده، مثلا الانيميا، الذئبه الحمراء، الروماتويد، ادينا كل مرض 5 6 صور كده نعملها على طول. قلت له ان شاء الله باذن الله تعالى من الطبعه العاشره باذن الله، يعني كلها شهر بالكثير، هننزل الطبعه العاشره ان شاء الله وفيها ملخص صور ملونه او روشتات غذائيه ملونه. في اخ فاضل برضو قابلني وقال لي طمعان في كرم حضرتك ان انت تضيف لنا باب اسمه التسمم الغذائي او سموم الاغذيه ومتى تصبح الاغذيه سامه وتكنولوجيا الاغذيه، يعني ايه جبنه مطبوخ، يعني ايه جبنه مش عارف فيها ايه، يعني ايه لانشون، يعني ايه بصل، يعني ايه اكل مطبوخ، يعني ايه تكنولوجيا الغذاء، ايه مصانع الاغذيه بتعمل ايه، وانه غذاء صحي وانه غذاء غير صحي. قلت له حاضر ان شاء الله يضاف. دي بعض لقاءات كانت في معرض الكتاب. برضو انا رايح معرض الكتاب ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين، وهروح من الساعه 1 ل 2 ظهرا سرايا 2، وهيبقى موجود في دار اسمها دار صرح، وان شاء الله برضو هتلقى المقترحات. طب افرض ان انت مش تقدر تروح المعرض، انا العياده في دار رمسيس، حضرتك عدي على ده سيب المقترحات. يعني انا برحب جدا جدا باي انسان عنده مقترحات. انا مثلا عملنا دعوه للساده النواب في الجامعات المختلفه يبعتوا لنا الحالات الصعبه عندهم. والله العظيم صاروا سعادتي ناس من ابو الريش وناس من طب القاهره وعين شمس بعتوا حالات ملهاش علاج في القسم. فبدات الناس تيجي والمريض معاه جواب تحويل من يعني طبيب صدريه، بطنه، جراحه، كذا، معاه تحويل. وانا سعيد جدا جدا بان انا اخد هذه التحويلات. الناس اللي تقدر تدفع كشف عن سنه ما تقدرش ان شاء الله باذن الله نكشف عليها مجانا، نكشف عليها مجانا بس بشرط معاها جواب تحويل من المستشفى الجامعي. برضو لقيت من المقترحات في ناس قالوا لي احنا لما بنسال في العياده بنلاقي يعني الكشف بعد 3 شهور وننتظر، معقول حد؟ وانا بقول لهم يا جماعه ده انت من اول ما تروح العياده هيدولك اولا النظام الغذائي على طول، ثانيا لو الحاجه الحاله ايمرجنسي يعني حاله تستدعي جدا جدا ممكن ناخدها ان شاء الله في نفس اليوم. يعني هو مش كل اللي بيجي يقعد 3 اشهر، انما في حالات معينه بناخدها في نفس اليوم يعني ما تقدرش تستنى، وفي حالات تقدر تستنى. وبعدين عندنا انزلوا ناس منازلهم، يعني اخواننا عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والناس يعني اللي ربنا اكرمهم باداره العلم دول على عيننا وعلى راسنا ما نقدرش ناجلهم. يعني فيجب ان احنا زي ما قال النبي محمد عليه الصلاه والسلام انزلوا الناس منازلهم ونوقر العلماء، والا اهل القران ده يعني اهل القران دول اهل الله وخاصته، دول على عيننا وعلى راسنا.
طبعا العلم رحم بين اهلي ولا بد من اكرام العلماء. انا بقول لكم على بعض الاقتراحات، بعض الاخلاقيات اللي احنا بنتعلمها من العلم. طيب، ما هو عقاب كتمان العلم؟ دلوقتي لما ربنا بيكرمنا بحاجه، تركيبه لعلاج الكلى، تركيبه لاذابه دهون القلب، تركيبه لعلاج المفاصل، اول ما ربنا بيكرمني بتركيبه بقولها للناس واكتبها في الكتاب واقولها في الحلقات. ليه؟ لان انا مش خايف من حاجه، انا اللي ربنا اكرمني بقوله. لانه من عامل بما يعلم علمه الله ما لم يعلم. في ناس بقى وصلت لحاجه وكاتمه عليها وقاعده وكتمان العلم معانا 5 دقايق ان شاء الله. وكتمان العلم يعني من الاشياء الوحشه جدا. فاذا من علم علما فكتمه الزمه الله بلجام من نار يوم القيامه. احنا مش عاوزين نكون من الذين يكتمون العلم، بالعكس سعادتي بالغه عندما يجعلني له سبب في نشر العلم. انا اقول لكم على حاجه جميله جدا. بعض الاساتذه قالوا لي اذا كان ربنا اكرمك بعلاج بعض حالات الكلى او بعض حالات القلب او بعض حالات الكبد او كده، طب ما ده استثمار لمصر. الناس بدل ما بتسافر، بدل ما كانت بتسافر المانيا وفرنسا وتايلاند ومش عارف مين والله لازم يغير، بتيجي عندنا من كل بلاد العالم. طب ما بدل ما المرضى يجوا من كل بلاد العالم على جودة سمع عاوز بس ما يجوا على كليات الطب. طب ليه تخلي العلم فردي؟ احنا بنتكلم في موضوع بنتكلم فيه من سنه 95، 95 لغايه دلوقتي بقالنا حوالي 20 سنه، 20 سنه، 20 سنه وانا اذيع هذا الكلام في التلفزيون 20 سنه. ليه ما يكونش هذا العلم، ليه ما يكونش هذا العلم عند الاطباء؟ ناخذ احسنه ونهذبه ونرقيه ويبقى ده علم المصريين، يبقى ده علم المصريين، يبقى ده دي فتوحات ربانية. بدل ما يفتح على واحد يفتح على كلية في حالة، مش ندخل المرضى الأقسام والمريض يبقى داخل على رجليه ماشي على رجليه وبعدين بعد شهر من العلاج يبقى نايم مش قادر يقوم خالص. طب هو كان داخل ماشي على رجليه دلوقتي مش قادر يقوم خالص، مسؤولية مين؟ محدش سأل نفسه هذا السؤال. احنا عملنا معاه كل اللازم، عملنا له أشعة مقطعية وعملنا له تحاليل وعملنا له مش عارف ايه وعملنا وصرفنا عليه الاف مؤلفه وبعدين نايمناه في الاخر. يبقى احنا ماشيين صح؟ احنا ماشيين صح كده؟ يعني اليس منكم رجل رشيد؟ يبقى يجب ان انا بفكر. عشان كده بقول انا اخذ احلى ما عند الناس. انا سافرت الصحاري عشان اشوف الناس بيعملوا كاسات ازاي، سافرت عشان اعرف السم النحل بيتعمل ازاي، سافرت عشان اعرف الناس تركيبات، جبت كتب ابن نفيس وابن سينا بعد ما خدت الدكتوراه قريتها عشان اشوف علم القدماء اللي حطينا عليه تراب ده تطلع منه مركبين ثلاثه يعالجوا الكلى يعالجوا الكبد يعالجوا المفاصل. بس احنا كان عندنا علم حطينا عليه تراب، اللي يفك العلم ده ويطلعه تاني هو ده الكلام. انا لما جيت اتكلم في الاعشاب من 20 سنه، اعشاب ايه النهارده؟ الاعشاب كلها موجوده في الصيدليات، اكثر من 22 مركب عشبي بفتله، اعشاب الكلى واعشاب القولون واعشاب الكحه واعشاب كذا، 22 مركب في الصيدليات. هات المركب اللي انت عاوز حطه في كوبايه عليه شويه ميه واشربه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى العلم اللي احنا كنا بنقول عليه زمان يقولوا عليه طلاسم ويشتمونا، يعني كان الناس بتقعد في مجالس الاقسام تقعد تشتمنا، دلوقتي بيقول لك انت صح. العلاج بقى منظومه علاجيه، لازم انام بالليل كويس، اوعى تطلب علاج ولا شفاء وانت بتسهر بالليل. لازم انام بالليل كويس، لازم امارس رياضه كل يوم ساعه او حد يدلك لي جسمي ساعه، ولازم اكل غذاء صحي. مفيش حاجه اسمها ما اكلش واخد الدواء. لما ما تاكلش تاخد الدواء، الدواء يشتغل على ايه؟ والاكل من غير رياضه ومن غير تدليك ما بيشتغلش، اكل والاكل يفضل زي ما هو، لازم الدوره الدمويه تتحرك. وعندنا المريض في المستشفى الجامعي اللي هو نايم في السرير بيد ريدن، لازم في ممرضه بتدلكه ساعه الصبح وتدلكه ساعه بالليل. ليه؟ لانه لو نام كده بيجي له قرح فراش وجلطات دي فينا ثرومبوزس. فلازم تعرف ان لابد من العلاج من حركه. مريض جاي كل اللي عنده بيدلك له رجله، احفاده، زواره بيدلك له ظهره، انما تقعد كده الدم يركض، يجي له قرح فراش، يجي له جلطات عميقه. يبقى منظومه العلاج اللي الدكتور جوده بيقول عليها، النوم بالليل، الغذاء الصحي، التفاؤل والثقه في الله، الرياضه. الرياضه ال 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 الدواء المعتدل. اذا انا اخذت هذا بقدر الله وب يعني بتوفيق الله فأنا إنسان عظيم جدا. أما إذا أنا اعتبرت إن العلاج دواء بس، مفيش علاج بخير، مفيش مرض بخير.
إن شاء الله ألتقي بكم في معرض الكتاب يوم الاثنين القادم من الساعة 1 للساعة 3 إن شاء الله، ورحب باقتراحاتكم، أي حد له اقتراحات أنا كتبت والله الاقتراحات كلها، ورحب بكم جميعا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ألتقي في مرات قادمة. إن كنت قد أحسنت ففضلي وبرحمتي، قل بفضلي وبرحمتي فبذلك فالإفراح وخير مجمعون، وإن كنت قد أسأت فأستغفر الله وأرجو أن تسامحني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلو ايه تملناش، كل قضية مهمة تخص، جهزنا نعكس زي سليم وبيوعدكم مش كده بس، ومن عليها كتير انواع، محتاجة شرح ومحتاجة وقت تعرف ايه اللي يقويها، ده جهاز من الامراض يحميها، يطرد كل ضرر يلاقيه علشان